بكم متابعين فلسفة، رجعنا لكم في لقاء جديد. الموضوع ديالنا اليوم عنده علاقة بالأطفال والأضرار اللي كتلحقهم بسبب الثقل ديال المحافظ. بما أننا في الدخول المدرسي فلا بد أننا نطلقوا مثل هذه المواضيع اللي كتعتبر أساسية. فباش ندويو على هذا الموضوع معنا ومعكم اليوم البروفيسور محمد اليعقوبي بصفته أخصائي في جراحة الأطفال اللي غيحدثنا على هذه الأضرار وغيقربنا منهم أكثر. أهلا بك أستاذ. السلام عليكم. اليوم كنهضروا على واحد الموضوع اللي مهم سورتو في هاد لا بيريود ديال الدخول المدرسي. شنو هو هاد الموضوع؟ هو الوزن والثقل ديال المحفظات على التلاميذ والعواقب اللي كتكون عليهم. كنعرفوا بان التلاميذ والوليدات كيكونوا في واحد المرحله ديال النمو مهمه في هاد الوقت، وهذوك التقلل ديال داك الشكرات العربيه اللي كيهزوا على ظهرهم النهار كله. اشنا هو اول حاجه؟ مشكل ديال الظهر. مشكل ديال الظهر كاين الالام ديال الظهر، كاين المشكل ديال الاعوجاجات ديال الظهر، كاين المشاكل ديال الضيق التنفسي. هادشي عند الناس العاديين، اما الوليدات اللي عندهم مشاكل ديال لازم ولا مشكل ديال الاعوجاج ديال الظهر اصلا اللي كيتسمى سكوليوز كيتزاد عليهم داكشي. ثانيا على الرجيلات كيكون اعوجاج وكيبقى يمكن يكون مشاكل في المشي. من غير هاد المشاكل هادو، هاد المحفظات اللي كيكونوا تقال على الوليدات اللي كيدوزوا بهم النهار كامل كيقدروا يأثروا على النمو ديال الوليدات اللي كيكونوا النمو كيكون ما بين حتى ل 14 15 عام كيحبس هذا النمو. دونك هذاك الثقل كيأثر عليهم وكيقدر يعطينا مشاكل كبيره في البلوغ من بعد. سؤال وجيه، كنعرفوا بان الشكاكر حنا كاملين عندنا الوليدات، الشكاكر ديال الوليدات هذا الوقت الاغلبيه فيها 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو، كاع الكتوبه اللي كاينه ديال الدنيا والاخره، لي كلاسور، الدفاتير، كل استاذ كيطلب 4 ديال الدفاتير اللي كتوصل المحفظه ل 6 7 8 ديال الكيلو. هذا شيء صعيب على الوليدات اللي معترف به عالميا. ما نقدروش نتعداو 10% ديال الوزن ديال الوليدات. يعني وليد عنده 11 عام خصو يهز واحد الشكاره عندها 3 كيلو 3 كيلو ونص، 13 عام 4 كيلو 4 ونص. اكثر من هذا الشيء كاين العواقب اللي هضرنا عليهم في الاول. ومن غير هذا الشيء باش ننزلوا من هذا الوزن هذا، كاين وسائل اللي يمكننا نبروبوزيوها للاباء والاساتذه باش نكون عندنا حلول مزيانين لهاد الوليدات. الوغ كاين بزاف الحلول. الحل الاسهل هو الوليدات يكون عندهم شكارات كيتجرو، هذا بلا ما نقولوا شنو كاين في الشكار. دونك الوالدين غيشوفوا الشكارات اللي كيتجرو، كيبقى لهم واحد شويه الوقت لا يطلعوا في الدروج يهبطوا، من غير هذا الشيء غيجربوا الشكارات. كاين الحلول اللي موضوعيه واللي يمكننا تعطينا النتيجه مزيان. اشنا هي؟ في العالم كله فين وصلنا؟ اولا باش نقصوا من هذاك الوزن، في بعض الدول جوج وليدات اللي جالسين في طابله واحده فعاود كل واحد يجيب كتاب، بجوج بهم يشاركوا في كتاب واحد. ها حنا نقصنا واحد شويه ديال الوزن من الكتوبه، هذا يجيب النص وهذا يجيب النص. الحاجه الثانيه اللي يمكن ولا مازال ما وصلناش ليها في المغرب، هو يديو الكتوبه النهار الاول المدرسه ويكون عندهم واحد البلاصه فين يحطوا الكتيبات ديالهم ويسدوا عليهم ويبقاو يمشيو بالشكارات ثقال خفاف للدار ويرجعوا بهم خفاف. دابا حاليا وصلنا لواحد الدرجه اكثر. اشنا هي؟ هي ما بقاوش هاد الكتوبه، هو كلشي كيخدم بالورديناتور. عندك ثلاثه ديال الفترات والورديناتور، والورديناتور فيه الكتوبه كلهم. هادشي وصلنا ليه في المغرب في بعض المدارس اللي تابعين للبعثات ديال الخارجيه، مي في المغرب والمدارس الحكوميه مازال ما وصلناش لهذا الشيء. ونتمنى على الله ان شاء الله يكون جهودات في هذا الموضوع باش نحاولوا على الوليدات ديالنا. بون، اول حاجه خصنا نديرو مجهودات باش نقصوا من الوزن ديال، ما قدرناش. خاص هاد الوليدات يكون عندهم واحد العضلات شويه صحاح، يعني شويه ميسكولاسيون، يعني شويه ناتاسيون، شويه ميسكولاسيون، باش يكونوا صحيحين شويه باش يقدروا يهزوا داك الثقل على ما يكون الحلول ان شاء الله نقصوا من الوزن ديال الشكايف. وكان هذا هو لقائنا مع الدكتور والبروفيسور محمد اليعقوبي. هذو هما الأضرار اللي ممكن أنها تصيب الأطفال ديالنا وحتى الحلول المقترحة من قبله. على أمل أننا نتلقاكم في لقاء جديد إن شاء الله وموضوع جديد. بسلام عليكم.